زين، رجعنا لكم بحلقة جديدة وفيديو جديد من لعبة ماينكرافت مع محمد اخويا وشخة، يعني قصدي مش وشخة. النهاردة رجعت لكم، بس كنت يعني شفت على القناة شوية واحد هيجزع عني، طلعت بنت عمي اللي زعلتني وخلتني اترك اليوتيوب، بس انا اسف على هذه السحبة الاخيرة اللي سحبتها بقالي شهر وشهرين، يعني اسف. يعني طبعا كنت اتزعل، كنت وقتها اضبط على اليوتيوب اشوف هيك. يلا هل تجينا نشوف كتير وغني وكتير وغني. النهاردة حكيتني بيت، كل واحد ليه بيت، انا محمد ليه بيت وانا ليه بيت، هيك كل واحد ليه بيت. ولو هز الصوت ازعجكم متزعلوش مني، طبعا ده اختي شغلت التليفون، صبرون بس دقيقة. بيتي والله خلاص قاعدة حاجة. اكتبولي بس تعليق حلو، حطوا لايك، اكتبوا تعليق حلو هيك عشان يوصلني واتواصل معاكم، كمان اقعد اتواصل معاكم. طبعا يا كادي لو انت بتشوف الفيديو، يا بنت عمي اسمها كادي، طبعا لو انت بتشوف الفيديو يا كادي حط لايك واكتب تعليق. انت تعرف مني بس عشان تستحق هي انت وعمر، بس اتمنى حطوا لايك لو انتوا بتتفرجوا، حطوا لايك وانزلوا دلوقتي تحت واكتبوا تعليق حلو كده خليه يوصل مني. انا محمد يا شباب يا بنات، هيك انا مصور لكم حاجة عشان ما اتحبش، انا تعبانة طبعا محمد تعبانة. يلا 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 هيك هيك، يلا 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 سريع، لازم نسويها سريع، لازم نعمله بسرعة بسرعة. هيك ايوه هيك ايوه كده 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 كده. اللي بيشاهد المقطع يحط لايك اوكي. وكادي لو تتفرجي ما تكتبيش تعليق حلو، ما تكتبيش تعليق زفت كده، اكتب تعليق حلو عشان انا هدخل على قناتك هوريهم قناتك. هي بده يحرق بيتي، تمام مش قاعد في الصالة، اخويا قاعد معايا في البيت. طبعا كادي تعرف عشان هي بنت عمي وروح عندهم بيسأل بيتي انا كبير عادي، بيتي كبير عادي. ايه طول انا هفتح قناة كادي قدامكم، يلا بس خلص البيت راح افتح قناة كادي عشان اوريهم قناة كادي. صبرون هزامي لا اضحك اضحك ورين اعمل كده هذه قناتها الاولى، هي هذه قناتها بس، يعني روحوا بس اكتبوا لي اكتبوا www.wekweb.com واشتركوا في قناة تانية، هيك حطوا لايك ومشترك وفعل جرس، فعل جرس التنبيهات، اكتبوا لها على تعليق حلو راح اكتب لها نايس. هي طبعا سحبت نايس ات از جود، بس اكتبوا لها هيك تعليق حلو انت خشيت؟ تعال اقتلي الزومبيز في بيتي.
بتقتلهم؟ خلاص ماتوا. شمع بنت البيت يا شباب وبنات. عمر انت خلي كده تكتب لي تعليق حلو يا عمر لو انت بتتفرج على الفيديو انت كمان. اوكي طبعا اعذروني رح انهي الحلقة دلوقتي بس الحلقة التانية رح تكون تعبانة بس الحلقة دي انا تعبان بس انا عادي سامحوني. يلا يلا هيك جيب له الجلوستون الجلوستون تعال يلا عشان ننهي الحلقة يا محمد يلا عشان تعبان يلا تعالى اخلع هدومك عشان يبان سكنك اخلع هدومك عشان يبان سكنك يلا اتمنى يعجبكم هذا الفيديو حطوا لايك شير وسبسكرايب وكومنت يلا يلا تابع المقطع لايك وتنسيش كيف يلا سلام مع السلامة.